مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلاص النهاردة يوم مهم جدا، مباراة مهمة جدا، الأهلي والوداد، ومش هبقى ببالغ لو قلت إن في ناس كتير قوي مش عارفة تنام من امبارح، سيناريوهات كتير في دماغ أصغر مشجع أهلاوي الأكبر واحد فيهم. المباراة هتمشي إزاي؟ إيه اللي هيحصل؟ محتاجين إن إحنا نسجل في مباراة الذهاب وما يدخلش فينا أي جول. طبعا خلاص 3 ساعات بتفصلنا عن مباراة الأهلي والوداد في مركب محمد الخامس الخالي من الجماهير الحمد لله. وطبعا يعني أنا يمكن بتابع كورة بقالي كتير جدا، بس ما افتكرش إني شفت بطولة دوري أبطال أفريقيا عليها الزخم زي اللي حصل السنة دي. 4 فرق أقوياء وكل فرقه ليها دافع ان هي تفوز بالبطوله السنه دي. نادي الاهلي لبطوله دوري ابطال افريقيا غايبه عنه من 2013، ودي يمكن ما حصلتش يعني قبل كده. فالحقيقه حقيقه كل الجماهير وكلنا واللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره كل التركيز باذن الله على الهدف الاكبر، وهو هدف دوري ابطال افريقيا، وكلنا ثقه في الجهاز الفني وفي اللعيبه. على الجانب الاخر الوداد عنده طبعا الدوافع اللي تخليه يبقى عايز يفوز بدوري ابطال افريقيا، وطبعا منها انه خسر البطوله في النهائي السنه اللي فاتت وخسر الدوري على اخر ثانيه السنه دي، وده بيديله حافز ان هو يصالح جماهيره. ولكن باذن الله البطوله باذن الله اهلاويه ان شاء الله. عرفت تنام يا احمد امبارح؟ طبيعي وفي بطني بطيخه صيفي، حاله التفاؤل اكتر من رائعه. مساء الخير على كل اهلاويه. مباراه في غايه الاهميه، ويمكن مش هبالغ لو قلت انه ماتش الاهلي والوداد النهارده ممكن يكون الاهم، وممكن يكون الاصعب، وممكن يكون الاكثر حسما في مشوار دوري الأبطال. حلم النجمة التاسعة يتحقق منه بنسبة 60 لـ70، وكمان لو عايز تقول 80% من المشوار النهاردة في المغرب. نجاح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية يسهل بشكل كبير جدا ويقرب دوري أبطال أفريقيا من الجزيرة. المباراتين اللي جايين إن شاء الله هيقاموا على أرض مصر، وصعب قوي إنه البطولة تبقى على أرض مصر وتبقى بعيد عن دولاب بطولات الأهلي. مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير والتفاؤل، لأن الحقيقة بيتهيألي انه 99% من جماهير النادي الاهلي معنوياتها في السماء، والابطال النادي الاهلي بنقول انه مفيش حد لعب كوره، مفيش حد لمس كوره، مفيش حد شاف في نفسه الموهبه، ما كانش هدف عنده انه يلبس تيشرت النادي الاهلي في يوم من الايام، لكن ده الهدف. اما الحلم، كل الحلم انك انت تصنع المجد مع النادي الاهلي، وصناعه المجد بتحصل في اليوم اللي زي النهارده. خطوة مهمة جدا في مشوار كل لاعب، بطولة مهمة جدا هتضاف لرصيد كل لاعب في حالة قدرتنا على تحقيق الحلم. بتلعبوا النهاردة وانتوا شايلين آمال وأحلام وطموحات أكتر من 80 مليون أهلاوي واقفين في ظهركم وبيساندوكم حتى ولو ما كانوش موجودين معاكم في الملعب. كل التوفيق لفرقة النادي الأهلي، وأحب أطمن جماهيرنا لأنه في الساعات الأخيرة في كلام كتير جدا عن كلام ليس له اي اساس من الصحه، انه في بعض اللعيبه ممكن يكون في اصابات كورونا او يعني لا قدر الله، طبعا ده اللي ما نتمناهوش، لكن الاخبار المؤكده انه احنا الحمد لله فرقتنا سليمه جدا، ومن اول لحظه وصلنا فيها المغرب الفريق معاه فرقه النادي الاهلي معاه فريق تعقيم متكامل بيعقم الاتوبيسات اللي بينتقل فيها اللعيبه، بيعقم غرف الملابس الخاصه باللعيبه، كل مكان بيدخل النادي الاهلي بيسبقوا ليه فرقه تعقيم للاطمئنان وعلى سلامة اللعيبة. خلينا نروح لفاصل ونشوف مع حضراتكم أبرز غيابات النادي الأهلي عن مباراة النهاردة، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يلتقي في 9 مساء اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. الأهلي يخوض لقاء الوداد اليوم مفتقدا العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، ففي خط الدفاع يفتقد الأهلي خدمات كل من رامي ربيعة الذي يعاني من الإصابة بمسق في العضلة الخلفية، ومحمود متولي الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي. ومن المنتظر أن يعوض موسيماني غيابهم بالدفع بأيمن أشرف وياسر إبراهيم أو محمد هاني أو حمدي فتحي. كما يغيب عن الفريق في لقاء اليوم محمود عبد المنعم كهربا بسبب إصابته في لقاء بيراميدز الأخير ببطولة الدوري بشد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني عدم الدفع به حتى لا تتفاقم إصابته ويخسر الفريق جهوده لفترة أطول. We'll be right back.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا يعني الناس كلها عايز تعرف اخر الاخبار واخر التطورات الخاصه بفرقتنا قبل ايه ساعتين ثلاثه من المواجهه المنتظره والمرتقبه. طيب نبتدي مع حضراتكم قبل ما يعني ندخل في الاخبار انا وساره، خلينا نروح للمغرب. زميلنا من هناك كريم احمد يدي لحضراتكم صوره عن الوضع هناك في المغرب في الدار البيضاء في ساعات الاخيره قبل المواجهه ان شاء الله. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، ومساء الخير على زميلتي ساره، ودعواتكم بقى ان شاء الله ودعوات كل جمهور النادي الاهلي نرجع معانا ان شاء الله لفرقتنا النهارده. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا كريم. الحقيقه يعني نعرف النهارده خلاص اللي ذاكر ذاكر زي ما بيقولوا، استعدادات اكتملت، طريقه اللعب اللي في دماغ مستر موسيماني، التشكيل اللي هياخد بيه المباراه، اعتقد كل الحاجات دي اصبحت محسومه. اليوم الاخير النهارده من بدايته لغايه اللحظه اللي انت بتكلمنا فيها، نعرف منك الاستعدادات الخاصة بالنادي الأهلي، إزاي رصدت أو إزاي شفت حالة التركيز، الحالة المعنوية لفرقة النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي، تطمن جماهيرنا كده في مصر. الحقيقة طبعا يعني بأكد على كلامك، التركيز كبير جه هنا في معسكر فريق للنادي الأهلي، الرغبة موجودة والجدية موجودة في التدريبات الأخيرة، لكن خلاص نقدر نقول بقى كل الأمور دي اتحسمت بشكل كبير. النادي الأهلي استعد بدنيا وفنيا بشكل رائع جدا هنا في المغرب. التوقيت كان رائع إن احنا نصل قبل المباراة بأكثر من ثلاث أيام، يمكن ده أمر كان مهم جدا عشان ناخد على الأجواء، وبالحقيقة يمكن لعيبة النادي الأهلي خدت على الأجواء بشكل كبير. النهاردة خلاص نقدر نقول بقى ساعات بسيطة جدا بتفصلنا عن هذه المباراة، إن شاء الله يا رب النادي الأهلي يكون في الميعاد، لعيبتنا تكون على قدر المسؤولية كالعادة. البرنامج طبعا تدريبي الخاص بفريق النادي الاهلي اليوم، فطار صباحا كان 10 صباحا، ثم وجبه غداء 2 دورا مباشره عقب انتهاء وجبه الغداء، اجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني والجهاز الفني بالكامل مع لعيبه النادي الاهلي. على قد ما بتبقاش اجتماعات بتبقى تحفيز وبتبقى كلام مؤثر جدا للعيبه النادي الاهلي، يمكن بيتسو موسيماني قال مئات الملايين بتنتظركم ان انتم النهارده تشوفكم اداء ونتيجه ان شاء الله تسعد جمهور النادي الاهلي. اشتغلنا بشكل كبير خلال الايام الماضيه، ينقصنا بقى ان شاء الله ان كل اللعيبه تستوعب التعليمات اللي قالها بيتسو موسيماني خلال التدريبين اللي كانوا على ملعب كهرباء كاليفورنيا اللي استقبل التدريبين الاخر لفريق النادي الاهلي. تدريب الامس زميلي احمد زميلتي ساره استغرق 45 دقيقه، كان في تكتيك بشكل كبير جدا، الراجل مركز بشكل كبير، قابل الوداد اكتر من مره، لكن مع الاختلاف صن داونز والنادي الاهلي، النادي الاهلي حصل على ألقاب وبيسعى إن شاء الله بإذن الله للبطولة التاسعة تكون في دولاب النادي الأهلي بالجزيرة، لكن أكيد الحماس موجود والجدية موجودة. في هذه اللحظات اللي أنا بكلمك عليها زميلي أحمد وزميلتي سارة، لعيبة النادي الأهلي في محاضرة، محاضرة بدأت 4:30 بتوقيت المغرب، يعني متعودين مع بيتسو موسيماني المحاضرات بتكون مطولة شوية، لأن الراجل بيتكلم على الجانب النفسي وبيتكلم على الجانب الفني وكمان بيتكلم مع لعيبة النادي الأهلي بشكل شخصي، ثنائيات، مجموعات، أمور عديدة جدا. الراجل بيحاول إن هو يشتغل على هذا الأمر بشكل كبير وجايب نتيجة كبيرة جدا مع اللعيبة. بنسأل اللعيبة على طول، بيبقى لنا أحاديث مع لعيبه النادي الاهلي بسيطه طبعا لان الكل قافل على نفسه، لكن ناس سعيده جدا طبعا من فكره الكبير وايضا كمان من ادائه مع فريق النادي الاهلي. كل لعيبه النادي الاهلي بتحبه، يا رب ان شاء الله باذن الله يكون موفق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كريم يهمني اسالك عن الاجراءات الامنيه اللي حول ملعب مركب محمد الخامس، يعني من الوارد نشوف مثلا جماهير كتير من الوداد حول الملعب، ولا الدنيا ماشيه زي الاجراءات الامنيه؟ وبالمناسبه لو تقول لنا الملعب مركب محمد الخامس بيبعد قد ايه تقريبا عن فندق اقامه او محل اقامه النادي الاهلي؟ الفندق بيبعد زميلي احمد 25 ل 30 دقيقه مع التامين من فندق الاقامه هنا لملعب مركب محمد الخامس. الاجراءات الامنيه الحقيقه يمكن منتظرين هذا الامر ان احنا نشوفه صوت وصوره، لكن اكيد طبعا عارفين ان يعني جمهور الوداد النهارده عارفين نلعب مباراه بدون جمهور، لكن عارفين ان الجمهور يكون متواجد حول الملعب في الشوارع المحيطه بتحركنا من فندق الاقامه، لكن بشكل عام التامين منذ وصولنا الى المغرب تامين طيب، لكن النهارده هو اليوم الاهم والمهم جدا بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي ان يكون التامين اكتر من كده، لان متوقعين يكون في عدد من الجمهور متواجد. عارفين ان شعب المغرب طيب جدا، لكن في الكوره هم عندهم انتماءات كبيره جدا سواء فريق نادي الرجاء وايضا كمان فريق نادي الوداد، لكن يا رب ان شاء الله الامور تكون يعني ماشيه بشكل مطمئن جدا، وصلنا يكون بسلامه الله، التامين يكون على اعلى مستوى. كريم ان شاء الله زميلي احمد، لما جماهير الوداد بيقابلوكوا صدفه كده حوالين الفندق او عند ملاعب التدريب بيبقى التصرف ازاي؟ الحقيقه طبعا يعني كله كلام تحفيزي طبعا بالنسبه لفريق الوداد، وعلى الجانب الاخر يعني جمهور نادي الرجاء لما بيقابلنا بيتمنى لنا الفوز، اكيد طبعا فريق الوداد بيتمنى الفوز لفريقه والعكس صحيح، لكن كل يمكن كل الامور دي اكيد في اطار يعني الهزار وفي اطار طبعا الحب، الشعب المغربي بيحب الشعب المصري. طب سريعا جدا كريم تقول لي ازاي يعني استقبل الجانب المغربي خبر اختيار الحكم الزامبي جاني سيكازوي لاداره مباراه الاهلي والوداد؟
بالتاكيد طبعا يعني يمكن الحكم طبعا يمكن اتكلمنا عليه بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن اكيد الضرر كان هنا وهنا. خلاص هو امر واقع زميلي احمد، بالنسبه للاتحاد الافريقي هو اتاخر شويه بشكل كبير ان هو يعلن اسم الحكم بشكل رسمي، لكن خلاص هو امر واقع. ويمكن كان ليه حديث سريع مع الكابتن سمير عدلي، الراجل كان متواجد في الاجتماع الفني واتدرب تدريبه على الملعب مركب الخامس قبل تدريب فريق النادي الاهلي. يا رب بس ان شاء الله بنتمنى ان هو يدينا حقنا بالكوره كده باذن الله، ويبقى بقى المجهود على لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله كل التوفيق لفريقنا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من المغرب. دي كان اخر اخبار او ملخص اليوم الاخير في اقامه النادي الاهلي في المغرب. ان شاء الله لعبتنا النهارده تلعب الماتش، وبعد الماتش على طول هتتوجه فرقه النادي الاهلي او البعثه بالكامل طبعا للمطار عشان ترجع القاهره بسلامه الله. نروح لفاصل ونرجع نعرف اخر الاخبار واخر التطورات الخاصه بمواجهه قبل النهائي الجولتين المغرب والقاهره. برحب بحضراتكم مره ثانيه. يمكن المحاضره الفنيه بيتسو موسيماني واللاعبين لسه خلصانه حالا، نتكلم معاهم في كل حاجه في التاكتكس، خطه اللعب والتشكيل اللي هيبدا بالمباراه. خلينا نروح بس لمدرب المنتخب المغربي السابق بادو الزاكي اللي معانا على التليفون. مساء الخير عليك. مساء الخير اخت ساره محسن وضيوف الكرام. مساء الخير. طبعا احنا بيشرفنا واحد من اهم واشهر حراس المرمى في تاريخ الكره الافريقيه، والحقيقه واحد من اهم الاسماء في عالم الرياضه والكره المغربيه، كابتن بادو الزكي. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا الاخ احمد، ومرحبا بكم مره، ومرحبا بمستمعي الكرام القناه. خليني اسال حضرتك يعني من وجهه نظرك الفنيه، شايف ازاي مباراه النهارده بين الاهلي والوداد المغربي؟ بصراحه فهي مباراه صعبه على الفريقين بجوج بحكم الظروف اللي جات فيها المباراة، وكذلك ظروف الوباء اللي يجتاحي العالم. وكذلك كنعرفوا فريق الوداد أكمل الموسم الحالي بصعوبة بحكم اللاعبين المعطوبين، وكذلك بعض اللاعبين اللي تقاسوا بوباء الكوفيد 19. لهذا تنظن بأن المباراة ديالهم أمام فريق الأهلي ما غادي تكونش مباراة سهلة لفريق الوداد، لأن الفريق الوداد غيواجه فريق عنده تجربة كبيرة، عنده ثقافة الألقاب، عنده لاعبين مميزين، وغيجي للدار البيضاء باش يمكن له يحصل على أقل الخسارات أو يحصل على أعلى نتيجة اللي يمكن لها تخول له الفوز. بالبطاقه للدور. ولكن فريق الوداد تنظن كذلك هو عازم باش يمكن له يرضي الجماهير تاعو رغم الوضعيه الصعبه اللي كيتوج فيها بحكم الاعطاب ديال اللاعبين اللي عنده. طب بعيدا عن الغيابات وبعيدا حتى عن النواحي الفنيه ومدى جاهزيه كل فريق، كابتن بادو خليني اخذ رايك في عاملين محددين، وهل من الممكن ان هم يكون ليهم تاثير في ترجيح كفه فريق على حساب فريق اخر ولا لا؟ العامل الاول هو تغيير الاداره الفنيه لكلا الفريقين. الاهلي قبل المواجهه بايام قليله استخدم موسيماني،
والوداد استبدل جاريدو بميغيل جاموندي الأرجنتيني. النقطة الأولى. النقطة الثانية هي قدرة النادي الأهلي على حسم البطولة المحلية، أيام برضو قليلة جدا قبل مواجهة الوداد. على العكس من ده لم ينجح الوداد في حسم البطولة المحلية. هل ترى أنه عاملين من النوع ده من الممكن أن هم يكون ليهم تأثير على نتيجة مباراة النهاردة؟ أظن بأن فريق الوداد إلى غير الطاقم التقني ديالو فهو كان في الصالح وكان في التوقيت المناسب، لأن رغم الحنكة ديال المدرب غاريدو فهو ما استطاعش يلقى التوليفة، ما استطاعش باش يمكن له يخلق فريق اللي كينتظر جماهير الوداد وحصل على نتائج جد سلبية واللي خلاته يخلي المكان الأولى لفريق الرجاء. مجيء المدرب غاموندي فهو عطى واحد انتعاش لفريق الوداد ورمم بعض الصفوف ديالو وخلاه يرجع شيئا ما ديك القوه اللي كنا كنعرفوا فيها فريق الوداد لولا سوء الحظ وتضييع ضربه جزاء اللي كانت في اكادير لكن الفريق يكون هو البطل. ولكن كتعرفوا كره القدم حتى هو الخطات كيلعب الدور ديالو. بالنسبه للفريق الاهلي فهو حصل على البطوله ثلاث دورات قبل النهايه ديال الموسم وغير الجيل ديالو، فكنظن بان فريق الاهلي ما كيحتاج باش نتكلمنا نقدمه، فهو فريق معروف بالالقاب، فريق يعرف يجري مباريات كبيره من هذا الحجم. ولكن كابتن بادو اسمح لي يعني موسيماني يمكن ما يميزه اكثر كمان بعيدا عن درايته وقراءته بالكره الافريقيه ومشاركته في اكثر من مناسبه في دوري الابطال، لكنه قارئ جيد ايضا لفريق الوداد على العكس من جاموندي اللي يمكن يعني ما لعبش مع النادي الاهلي وبالتالي مش مدرك قوي مقومات نادي بحجم النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. الان بكل صراحه مع الوسائل التكنولوجيه والوسائل الان اللي متوفره لجميع المدربين في انحاء العالم اللي ولاو كيعتمدوا عليها، فالفرق كلها فهي ولات كتاب مكشوف لاي واحد. ما تنظنش غاموندي غايبه عليه قوه الفريق الاهلي وطريقه اللعب وطريقه ونقاط القوه ديالو. لهذا بالنسبه لي انا فتنظن الى الفريق الوداد قدر يلعب التشكيله تاعو. طب كابتن بعده شفنا اعتراضات يمكن كثير من الطرفين، الطرف المغربي والطرف المصري او الاهلي المصري على حكم المباراه، يعني التاريخ فيه مشاكل كثير ورجع من الايقاف، شايف ده ازاي؟ تنظن نتكلموا على التحكيم فهي مساله لتضييع الوقت ومساله اللي في الانظار الامور اخرى، لان كنعرفوا المباراه غادا تلعب وكاين التقنيات الفار اللي كيمكن لها تصلح ما يمكنوا الاخطاء اللي كتقد توقع داخل الميدان. لهذا بالنسبه لي انا فاللي غادي يمكن له يتكلم على التحكيم فهو كيمكن له يشتت الفكر ديال المتتبعين او الانظار الجهه اخرى. فالكرة غادا تلعب داخل الميدان، هناك فرق عندهم ثقافة الانتصار، ثقافة القلقاب، ثقافة القلقاب، غيكونوا متابعين متابعة إعلامية كبيرة سواء إفريقيا أو عربيا أو حتى دوليا. لهذا بالنسبة لي أنا فنتمنى المباراة تعطي داك الشيء اللي كنتسناو منها بحكم تاريخ ديال الفريقين جوج. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا من خلال اتصال بكابتن بادو الزكي طبعا نجوم المغرب والمدرب السابق للمنتخب المغربي. شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة، ونتمنى الحقيقة أنها تكون مباراة تليق باثنين من أكبر الفرق في القارة الأفريقية ويحسمها النادي الأهلي إن شاء الله بنتيجة إيجابية. بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قلت لحضراتكم كل المقدمات النهاردة ترجح كفة النادي الأهلي. ده مش مجرد حب وانتماء للقلعة الحمراء بقد ما هو قراءة في أرقام قدمها فريق الأهلي في مقابل أرقام قدمها فريق الوداد البيضاوي للموسم الحالي. نقراها مع حضراتكم، هرجع لكم أنا وسارة بعد فصل سريع جدا نقرأ ملخصات كده لأهم الأرقام اللي اتحققت من قبل الفرقتين.
يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. سيزن تقريبا بيخلص، سيزن تقريبا شبه انتهى، وعشان كده الحقيقه ان احنا حاولنا نعمل قرايه في ارقام حققها النادي الاهلي وحققها نادي الوداد، نحاول من خلالها نعرف الارقام بتصب في مصلحه مين. وزي ما قلت لحضراتكم باستثناء عامل الارض، كفه الاهلي ارجح بكل المقاييس على كل المستويات. وخلينا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي مجموعة من الأرقام اللي بتختصر أو بتقدم لحضراتكم أهم الحاجات اللي قدمها الفريق على مدار الموسم. نبتدي يا سارة. طيب بص، المعدل خلال المباراة الواحدة بالنسبة للأهداف بالنسبة للأهلي فهو 2.2، وبالنسبة للوداد 1.7. طيب ده معناه أن قدرة الأهلي الهجومية على التسجيل أعلى من قدرة الوداد. بالنسبة للأهداف اللي دخلت مرمى كل فريق، ده طبعا معدل الأهداف اللي دخل كل مرمى مقارنة بعدد المباريات اللي لعبها الفريق ده، فالأهلي 25% والوداد 93% تقريبا. يعني بنتكلم على معدل ربع هدف بيدخل، ربع هدف بيدخل شباك النادي الأهلي في كل مباراة بيلعبها، في مقابل ده تقريبا هدف بيدخل شباك نادي الوداد في كل مباراة بيلعبها. وده بيأكد الكلام اللي كنا استعرضناه مع حضراتكم قبل كده في السادسة، انه الوداد بيعاني دفاعيا، الوداد عنده مشاكل كتير جدا في تمركز قلب الدفاع بتاعه، وايضا عنده مشاكل كتير في حراسة المرمى. طيب الاستحواذ بالنسبه للنادي الاهلي يا احمد 55% والنادي الوداد 53%، قريبين من بعض بس برضو الاهلي متفوق. وخدي بالك ان احنا بنتكلم هنا على متوسط طوال الموسم، انا بيتهيألي كمان انه نسبه استحواذ النادي الاهلي مع تحت قياده موسيماني عاليه بشكل كبير، واعتقد ده ممكن يعني يفرق معانا كتير في مباراه النهارده. معدل التمريرات 497 للاهلي و448 للوداد. تمام. وبالنسبه للتصويب على المرمى بنتكلم انه الاهلي متوسط 15 تسديده كل مباراه على المرمى، منهم 6 بين الثلاث خشبات، في حين انه الوداد 12 تسديده على المرمى، 5 منهم بين الثلاث خشبات. وده برضو بيأكد انه حتى من ناحيه المحاولات والايجابيه على المرمى الاهلي بيتفوق. الكرات البينيه 16 للاهلي و11 للوداد يا احمد. صحيح. يبقى هنا يمكن الجدول ده بيوضح لنا قوي قد ايه قدرات الاهلي سواء في الاستحواذ او السيطره الميدانيه او المحاولات والفرص، خلق الفرص على المرمى، او حتى في فكره استقبال الناحيه الدفاعيه انك انت تستقبل هجمات او تمنع هجمات من وصولها لمرماك، بيتفوق فيها على الوداد بشكل كامل. نروح لفاصل سريع ونرجع نستقبل أو نكمل مع حضراتكم باقي المقارنة. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم، بنجري معاكم وبنسابق الزمن عشان نقدم لحضراتكم صورة كاملة عن استعدادات النادي الأهلي، ويمكن حاولنا في السادسة نرصد أهم الأرقام اللي قدمها النادي الأهلي في السيزون. طبعا كل الأرقام دي وكل المعطيات وكل الاستعدادات اللي احنا بنتكلم عليها على مدار الأسبوع الأخير كله دي قصة، والروح روح الفانيلا الحمراء وروح اللعيبة في الملعب النهاردة قصة تانية خالص. أنا بيتهيألي إذا وجدت روح الفانيلا الحمراء النهاردة فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يرجع لنا من المغرب بنتيجة إيجابية. خلينا نشوف قدرات الأهلي الدفاعية والقدرة على بنى الهجمات من الخلف في المقارنه اللي جايه بين الاهلي والوداد. طيب احنا بنتكلم يا احمد على مباريات الدوري الموسم 2019-2020، لو هنقيم الناحيه الدفاعيه فاحنا لعبنا 33 مباراه والوداد لعب 30 مباراه، دخل مرمى 32 بس على الجدول عشان في مباراه، طبعا مباراه الزمالك الاعتباريه دي نعتبر انه الاهلي ما لعبهاش فعليا، لكن هم 32 مباراه. دخل مرمانا 8 أهداف ودخل مرمى الوداد 28 هدف. بالنسبة للشباك النظيفة احنا 24 مباراة وهم 7 مباريات. طيب دي ما ده احنا بنتكلم هنا، طب نكمل التصويبات والتصدي ايضا. التصويبات والتصدي 69 تصويبة صد منهم 61، وبالنسبة للوداد 105 78 اللي اتصد. طيب ده الاربع خانات دول بيأكدوا لحضراتكم على صلابة الأهلي من ناحية الدفاعية، سواء في قدرته على إيقاف الهجمات أو حتى في إفشال الهجمات بتوصل. يعني الحقيقة من الأرقام دي تؤكد تفوق النادي الأهلي من ناحية الدفاعية زي ما قلنا، في قدرة الفريق من ناحية الدفاعية على إيقاف هجماتها ومنع الفريق المنافس، يعني منع هجماته من الوصول أساسا لمرمى النادي الأهلي، وحتى الهجمات اللي بتنجح في الوصول فقدرة حارس مرمى تحديدا محمد الشناوي من وراهم على إفشالها برضو تعتبر نسبة تفوق أو يعني نقطة تفوق للنادي الأهلي. بالنسبة بقى لفكرة أنك أنت تقدر تبني أو تستغل حالة استرجاع الكرة في بنى الهجمات مرة تانية من الخطوط الخلفية، وهنا بيتميز الحقيقة مقارنة دي بين الشناوي بين أحمد رضا حارس مرمى
الوداد في فكرة بناء الهجمات. بالنسبة للتمريرات الصحيحة 592 تمريرة بنسبة 82% للشناوي، بالنسبة لأحمد رضا 628 تمريرة بنسبة 79%. وإن كان هنا في تفوق من ناحية الرقمية لفريق الوداد، لكن ده بيعكس أيضا أنه حجم الكرات اللي بتوصل أساسا للشناوي أقل. بالنسبة للتمريرات البينية كان الشناوي قدر يعمل 3 تمريرات بينية بنسبة نجاح 100%، وقدر يشارك في صناعة هدف، في حين أن الأرقام دي أو الخانات دي من ناحية تانية بالنسبة لأحمد رضا هي رقم صفر، وبالتالي قدرة الشناوي كانت أفضل وإيجابية بشكل كبير. كل التوفيق لأبطال النادي الأهلي النهاردة في مواجهتهم مع الوداد، وإن شاء الله نقابل حضراتكم أنا وسارة بكرة من نفس المكان ونحتفل بنجاحنا في تخطي 1-0 للأهلي في الأول من المواجهة. أتمنى ده، لسه سارة كانت بتقول لي، قلت إن إحنا يعني 1-0 ده رقم أو نتيجة يتمناها كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. في حالة من التفاؤل كبيرة جدا، وإن شاء الله نكون بنحتفل مع حضراتكم بكرة إن شاء الله. وسلامتك، ألف سلامة. بشكر حضراتكم على متابعتنا، ونقابل حضراتكم بكرة إن شاء الله وكون كل جماهير النادي الأهلي مبسوطة بعد نهاية المباراة النهاردة. تحياتي لحضراتكم.